مؤسسة وسط المملكة تنظم بتعاون مع جمعية الوسطاء والأومبودسمان الفرنكوفونيين ولجنة البندقية دورة تكوينية دولية بالرباط حول موضوع تفعيل المصلحة الفضلى للطفل من طرف الوسطاء والأومبودسمان. خصوصية هذه الدورة أنها تناقش الحقوق الاتفاقية الفئوية، واخترنا لها حقوق الأطفال لأننا نتطلع إلى التأسيس لحقوق إدارية لفائدة الطفل باعتباره طفلاً لا باعتباره رجل الغد فقط. الدورة يستفيد منها أزيد من 20 مشاركاً وخبيراً من عدد من المؤسسات أعضاء الجمعية يمثلون 10 دول. حدث يعرف حضور وسطاء وأومبودسمانات متخصصين في الموضوع بكل من مولدوفا وفرنسا ولوكسمبورغ وبلجيكا.